تتواصل منافسات الأشبال في اليوم الثالث من فعاليات البطولة العربية للجودو والتي تقام بالعلمين الجديدة وتستمر حتى غد الجمعة. وأشاد الجميع بدور الشركة المتحدة الراعية للبطولة على تنظيمها بهذا المستوى العالمي من خلال تجهيز الصالات المخصصة للبطولة والمدرجات لاستيعاب أهالي اللاعبين والمشجعين. البطولة العربية دي عبارة عن ثلاث مراحل سنية، براعم وأشبال وناشئين. الحمد لله احنا متفوقين الحمد لله على في البطولة الحمد لله. دي بطولة أندية، في من مصر مشارك 30 نادي، ومن الأندية العربية مشترك 32 نادي. مستوى البطولة هايل، يعني يعتبر حاجة كويسة قوي، تأهيل بطولات كتير إن شاء الله جاية للمنتخب. اللعيبه بيأدوا بروح عاليه قوي، في ناس في بنات خسرت بس عوضت تاني، لكن عموما وفي بنات كانت موجوده طلعت فوق. يعني انا بالنسبه لي حاجه كويسه قوي للمنتخب. تجهيزات وايد حلوه، ومدينه العلمين بالذات مكان مشوق وحلو، ويعطيكم الف عافيه. اكيد بطوله عربيه وعيالنا صغيرين وقاعدين نجهزهم حق المستقبل ان شاء الله. مكان حلو قوي، مجهز حلو قوي بصراحه، حاجه بجد حاجه تحفه، يعني الفيو تحفه والمكان حلو قوي وحاجه تانية يعني بجد. خدت المركز الاول في البطوله العربيه في اشبال في اليوم الثاني، قابلت نادي الكويتي ولعبت مع واحد من الاستاد عندنا، بس نادي الكويتي ما شاء الله كان جامد، يعني كان من اقوى النوادي اللي في البطوله يعني العربيه. اخبار التجهيزات ايه والبطوله جوه؟ لا هو على اعلى مستوى صراحه، التنظيم وما شاء الله يعني الحكام وكده المدربين تمام، يعني على اعلى مستوى. شكرا.